صباح الخير، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة شوية هيكون مليان ورد وربيع وفرحة كده حلوة. فيديو النهاردة هاخدكم معايا، هنروح جنينة الأورمان نحضر معرض النباتات أو معرض الزهور. أتمنى ان الفيديو يعجبكم، وأتمنى ان العروض اللي هناك اللي هوريها لكم ان شاء الله تعجبكم. هحط لكم لينك الصفحة بتاعتهم تحت في الديسكريبشن بوكس. حبيت اقول لكم ان المعرض مدته تقريبا شهر وعشرة ايام، يعني تقريبا 40 يوم. تقدروا تروحوه، والنهاردة يوم 10 مارس، اول يوم للجمهور. واتمنى يا رب ان المعرض يكون حلو زي السنين اللي فاتت، ويلا بينا نروح نتفرج على المعرض. خير، النهاردة يوم الحد. بعد ما رجعت من المعرض طبعا الدنيا كانت ليل. عايزة اوريكم اللي انا اشتريتهم. اشتريت الشجرة دي، اسمها جهنمية، مشهورة قوي في اكتوبر. ورقها كده ملون، بس انا جبت الورق الابيض، حلو قوي. واشتريت الورد بلدي بس اسمها سوري، او يعني نوع الورد سوري اللي هو دي ريحة حلوة. لسه ما فتحتش، صغيرة قوي. ضمتها للجنينة بتاعتي او المجموعة اللي عندي، ما اتكلمتش معاكم قبل كده عنها. هنا في نعناع
ده، بس مش عارفة ليه العصافير بتاكله مع اني مغطياه. واللي ورا هنا ده فلفل، وده نعناع برضو بس لسه جديد، وده فل بس ورقه طلع وبدأ يطلع الأخضر فوق اهو. وهنا هنا فلفل برضو، وهنا كمان فلفل. دي طماطم مش فلفل، دي طماطم، دي كمان فلفل. هنا ده عطر عربي يعني، بس ما تمسكوا الورقة كده بيبقى ليها ريحة، ريحة حلوة قوي. ده اعتقد يعني مش فاكرة اسمه قوي، بس اعتقد اسمه بابونج يعني، مش فاكرة الاسم. لو افتكرت الاسم هحطه دلوقتي على الشاشة. وهنا ريحان، وفي هنا واحدة ريحان قديمة بس يعني الحمد لله لسه عايشة يعني. الاخضر الطويل ده المفروض ان هو رمان، بس مش متأكدة بصراحة يعني، بس المفروض ان هو رمان يعني، ان شاء الله يطلع. وبس دي الجنينة الصغيرة اللي انا عاملاها في بلكونتي، شوية مبهدلة محتاجة ارتبها عشان كنت مغطيها علشان الشتاء، كنت عاملة لها كده اكياس وحاجات فمغطيها عشان الشتاء، وكمان هحتاج اغطيها تاني عشان الصيف. ضمت لهم الورد البلدي والجهنمية. لو عايزين نعمل لكم فيديو ازاي تقدروا تزرعوا في البيت، وازاي يبقى عندكم جنينة كده حلوة ولطيفة، وكمان ايه النصايح المهمة اللي عاملها لكم علشان تحافظوا على الزرع، اكتبوا لي تحت في الديسكربشن بوكس، وان شاء الله هعمل الفيديو ده. بمناسبة عيد الربيع ومعرض الزهور، اول جيفاوي هعمله في القناة بتاعتي هو عبارة عن تابلو. اتنين فايزين هيكونوا معايا، اتنين فايزين هيفوزوا بالتابلوهات دي، وكل واحدة هتفوز بتابلو. شروط المسابقة سهلة جدا، السحب هيكون في اخر مارس ان شاء الله. شروط المسابقة تعملوا لايك للفيديو، تعملوا كومنت تحت بالايميل اللي اقدر اتواصل بيه معاكم، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان تتابعوني على انستجرام اكاونت الموجود تحت في الديسكريبشن بوكس. وحظ سعيد ليكم كلكم. ده كان اخر الفيديو، ويا رب يكون عجبكم. الجنينة كانت حلوة جدا 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 وانبسطت. ويا رب اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.